تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. فأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة من خلال عرضنا لموضوع مهم جدا في هذه الحلقة. عموما خلونا في البداية نذكركم بأرقام الهواتف للتواصل معنا عبر الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. إذن صحة وسعادة نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وأيضا هي بوابة نطرح فيها الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. حقيقة مستمعين الكرام، مركز الثلاسيميا بدبي يعد هذا المركز الذي تأسس عام 1989 الأول من نوعه والوحيد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الهيئة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية، والحاصل أيضا على اعتراف دولي كأحد أفضل المراكز في العالم من قبل رابطة الثلاسيميا العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وهو أول مركز متخصص في الشرق الأوسط بتشخيص وعلاج مرض الثلاسيميا، ومن المراكز المثالية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من خلال تصميمه الذي يحتوي على المختبرات الخاصة بالثلاسيميا والعيادات الخارجية، إضافة إلى وجود بنك الدم، يعني هو كان ملاصق به، ما أدري إذا ما زال ملاصق به، ما زال ملاصقا به، الأمر الذي يعطيه ميزة تكاملية في تقديم العلاج. أنا كنت أتحدث أثناء السؤال هذا مع الدكتور عصام ظهير، أخصائي أمراض الدم بمركز الثلاسيميا، أخصائي الدم الوراثية بمركز الثلاسيميا بدبي ومنسق المركز، وهو ضيفي في الاستوديو اليوم وبيتواصل معانا للحديث عن هذا المركز وعن هذا المرض، وأيضا كذلك مع سير الحلقة سوف نستضيف أحد الشخصيات البارزة وهو من حاملي مرض الثلاسيميا، لكنه مثال يحتذى للنجاح وللتغلب على مثل يعني أعراض هذا المرض. دكتور صباح الله. صباحك الله بالخير. صباح الخير. هلا. طيب دكتور، نحن كنا نتكلم عن النتائج الإيجابية اللي حققها هذا المركز، يعني من النتائج الإيجابية في خفض عدد الإصابات بمرض الثلاسيميا بين مواطني إمارة دبي، يعني نجحتم خلال السنوات الأخيرة إلى الوصول إلى نسبة صفر، يعني هذا إنجاز كبير. خلنا نتحدث عن مركز الثلاسيميا وخدماته. إذا تكلمنا عن مركز الثلاسيميا، فكرة إنشاء المركز كانت في 1989، كانت فكرة جديدة جدا وغير مقبولة منطقيا بين كل الموجودين لسبب بسيط جدا، نعم. إنه ترجمة الثلاسيميا هي فقر دم البحر المتوسط، فهي فقر دم البحر الأبيض المتوسط وإحنا في الخليج العربي، فكانت الفكرة المتبعة أو اللي في ذهن الناس المسؤولة في ذلك الوقت إنه ليس لنا علاقة بهذا المرض. بعد
بعد نظر حكومة دبي وكالعادة انه كان عندهم بعد نظر رهيب جدا في هذا الموضوع. افتحوا مركز تلاسيميا، بدينا ب70 مريض هذا اللي كانوا موجودين في دولة الامارات في ذلك الوقت. وفوجئنا انه في خلال 6 شهور الاولى في 89 انه صاروا 125، الضعف تقريبا. وفوجئنا قبل نهاية العام انه صاروا 175 مريض. فمعناها انه كان في وجود للمرضى الثلاسيميا في الدولة، لكن المرضى ما كانوا محصورين في مكان انك تحدد هذا مريض الثلاسيميا. قسم الاطفال بيجي له مريض الثلاسيميا عنده فقر دم، تكسر الدم، نزل دمه، بيدخل في القسم بيعطوا له دم بروح. الباطني نفس الشيء، ما كان في اي علاقة مباشرة انه هذا مريض الثلاسيميا مرض مزمن، مرض وراثي، لازم تتعايش معه بجميع جوانبه الاجتماعية والطبية. تمام دكتور، يعني قبل ما نسب الحديث خلنا نعرف المرض بشكل عام. انت قلت انه هو فقر دم البحر المتوسط، يا ترى ما هو هذا المرض وما هي اسبابه؟ مرض الثلاسيميا هو اكثر الامراض شيوعا في العالم، امراض الجينية، الامراض الاعتلالات الوراثية شيوعا في العالم. يعني لو تكلمنا اليوم على مرض الثلاسيميا، في عندي انا بتكلم على نوعين عشان الناس تكون واضحة لها الموضوع. انا في عندي حاجة اسمها ألفا ثلاسيميا وفي بيتا ثلاسيميا. الألفا ثلاسيميا انا ما بدي الناس تركز في موضوع الألفا ثلاسيميا كتير، لانه اكتر من 50% من سكان دولة الامارات مواطنين ومقيمين يحملون صفة الألفا ثلاسيميا. صفة الألفا ثلاسيميا لا تؤثر على اي شيء، تعمل فقر دم بسيط زي نقص الحديد، لكن لا تمنع الزواج ولا بتأثر على شيء. وأنا مصر على أنها لا تمنع الزواج، لأنه في حاليا يساء استخدامها إذا تم الفحص في أماكن غير متخصصة، أنه يعمل لهم خلل في التفكير وفي القرارات للعائلة. نتكلم إحنا اليوم، حديثنا اليوم كل الساعة هذه حتكون على البيتا ثلاثين. البيتا ثلاثين بتكلم على نوعين فيها، حامل الصفة والمصاب. حامل الصفة اللي هو أنا حضرتك أخ محمود، أنت إذا مش عامل التحليل فأنت حامل لصفة الثلاسيميا حتى تثبت لي العكس. أوكي، إنه واحد حامل الصفة يورثها لكن ليس لديه أي أعراض. ممتاز. المصاب اللي هو مريض الثلاسيميا تبين عليه في الشهور الأولى من العمر، في السنة الأولى من العمر، ويبدأ رحلة العلاج تبعته الطويلة من نقل دم مستمر كل 3 أسابيع إلى بالنهاية في التفاصيل العلاجية. يعني أي شخص ما عمل الفحص دكتور أنت بالنسبة لك هو قانونا، أي شخص غير ما عنده وثيقة تثبت أنه هو غير حامل صفة الثلاسيميا فهو حامل صفة الثلاسيميا. طيب وين ممكن يسوون هاي الفحوصات دكتور؟ اللذيذ في دولة الإمارات أنه موجودة في كل مكان في دولة الإمارات، أي مركز صحي في أي مكان في أي إمارة، في يعني دبي روح على أي مركز صحي، بس ما تروح تقول للطبيب أنا بدي أعمل تحليل دم. أبغي فحص الثلاسيميا، لأنه تحليل الدم أنت أو أنا وكلنا عاملينه في حياتنا يمكن 100 مرة. صحيح. لا يعكس إذا أنا حامل الصفة ولا غير حامل الصفة. صحيح. طيب دكتور خلينا نذكر المستمعين بنسب المصابين أو النسب اللي ذكرتها دكتور بالنسبة للنوع الأول والنوع الثاني وعدد المصابين في دولة الإمارات. شو في دراسة عملت في مركز الثلاسيميا في دبي؟ نعم. إن عملت على المواطنين دبي، على مواطنين دولة الإمارات، وجدنا إنه 8.5% من مواطني دولة الإمارات يحملون صفة الثلاسيميا، يعني يحملون الصفة وما عندهم أي أعراض. جينا فكرنا قلنا بدنا نعمل على المقيمين في دولة الإمارات، وفوجئنا انه النسبة كمان كانت 8.5% في المقيمين. لانه التوزيع الجغرافي للمقيمين كمان جاي من مناطق فيها الثلاسيميا منتشرة بصورة عالية جدا، مثل اسيا وحضر البحر المتوسط والمناطق وافريقيا. فاذا اليوم احنا نتكلم على حاملين النسبة على حاملين الصفة بالنسب. المصابين اذا نتكلم على اعداد ارقام كم مريض، احنا ما عندنا احصائيات ثابتة او دقيقة غير في مركز الثلاسيميا دبي. مركز الثلاسيميا دبي
بيقدر يقول لك انه انا عندي 850 مريض مسجلين، منهم 450 مريض على نقل دم مستمر، والباقي هل هم خفيف او مش محتاج نقل دم مستمر او تحت التشخيص ما زالوا في هذه المرحلة. طيب دكتور، أنا بستكمل معاك الحديث حول مركز الثلاسيميا والخدمات اللي يقدمها، وأيضا يعني كل التفاصيل الخاصة بهذا المركز، لكن بعد ما توقف مع فاصل قصير. مستمعين اللي حاب يتداخل معانا على الأرقام اللي مذكرها لكم 655-14-14 أو عبر الرسائل النصية 4006، فاصل ونرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم العريقة والمتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، قبل الفاصل كنا نتكلم عن مركز الثلاسيميا بدبي، ومعنا في الاستوديو الدكتور عصام ظهير، أخصائي أمراض الدم الوراثية بمركز الثلاسيميا بدبي ومنسق المركز، وكنا نتحدث حقيقة عن تعريف مرض الثلاسيميا وعن الخدمات التي يقدمها هذا المركز. فدكتور، يعني هنالك العديد من النتائج الجميلة والإنجازات التي استطاع هذا المركز أن يحققها، فيا ترى ما هي الخدمات التي يقدمها مركز الثلاسيميا للمرضى؟ مركز الثلاسيميا في دبي أول مركز تم إنشاؤه في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط ذلك الوقت، كان له ثلاث مسارات، ثلاث أهداف. الهدف الأول أنه كان بيقدم خدمة طبية لمريض الثلاسيميا، وتطوير الخدمة بحيث أنها تتناسب وتكون من أفضل الخدمات اللي تقدم على مستوى العالم، وكل الجديد اللي في العالم كان يأتي لمريض الثلاسيميا. الخط الثاني أنه على مستوى التوعية في الدولة، في دولة الإمارات، وكان التركيز في ذلك الوقت على دبي لأنه احنا كنا محصورين في دبي لأنه بدينا المركز في دبي. الخط الثالث، المسار الثالث، أنه المرضى اللي بيعالجوا مركز الثلاسيميا في ذلك الوقت من الثمانينات وأوائل التسعينات كانت من عدة دول، من الدول المحيطة، من دول الخليج، من دول عربية، فكانت الفكرة الأساسية أنه يكون من أهداف المركز أو من استراتيجية المركز أنه حتى التوعية ما تتوقف عنده في دولة الإمارات، أنه نطلع خارج دولة الإمارات، نحاول نعمل نساعد أو ننقل المعرفة تبعتنا للدول المحيطة عشان نقلل من احتمالات أنه في مرضى من هذه الدول تيجينا في المستقبل. فكانت سياسة المركز اللي هي نابعة من سياسة هيئة صحة دبي بأنه التوعية تأخذ جزء وحيز كبير من نشاطاتها. في على دولة الإمارات كان في المركز بيقوم بعمليات برامج تدريب للأطباء في الإمارات الأخرى والمستشفيات الأخرى، للتمريض، تأهيلهم، تحديد السياسات العلاجية ونقلها للمراكز الأخرى، كانت متنوعة جدا جدا جدا. وتوفقنا الحمد لله أنه نقدر في مراكز، في مركز افتتح في مستشفى الفجيرة، وفي مركز الآن مؤسسة السلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية بتفتتحه في بتبنيه في راس القيمة. احنا قاعدين بنحضر الكوادر اللي تعمل في هذه المراكز. طيب دكتور، أنا أعتقد أن يعني واحد من الجهود اللي أثمرت نتيجة هذه التوعية التي قمتم بها ونتيجة هذه المجهودات في عملية نشر الثقافة حول هذا المرض، أن جاءت نتائج إيجابية في خفض عدد الإصابات بمرض الثلاسيميا بين مواطني إمارة دبي إلى الصفر خلال 3 سنوات الأخيرة. يعني الآن هذه الجهود ساهمت بشكل أو بآخر في
التوعية بهذا المرض، وأيضا في خفض هذه النسبة إلى الوصول نسبة صفر. لكن يا ترى كم عدد المرضى الذين يتعالجون في هذا المركز حاليا، وكم نسبة المواطنين من خلال هذا العدد؟ احنا نتكلم على مركز ثلاسيميا بيعالج بحدود 850 مريض، منهم 450 مريض على نقل دم مستمر كل 3 أسابيع، والباقيين حالات مشخصة حديثا أو في حالات يسموها ثلاسيميا وسطى أو أمراض هيموغلوبين أخرى. أكثر من 50% من المرضى الموجودين في المركز مواطنين. اليوم أنا عندي بتكلم على أنه التوعية اللي حصلت في اللي تبناها مركز الثلاسيميا في على مدى الفترات هذه قدرت أنها توصل على مواطنين دبي. ليش؟ لأنه أنا كنت بركز على المدارس، بركز على المؤسسات، بركز على الجهات المجتمعية بالكامل، أنه أتواصل معهم تواصل مباشر، يعني بأنه زيارات ميدانية أروح أنا للمكان أو المكان يجي يزور المركز الثلاسيمي عشان نوصل الرسالة. فاستطعنا في هذا أنه نحد من عدد الولايات الجديدة في دبي. الآن مركز الثلاسيمي في دبي لا يستقبل من دبي فقط، لكن يستقبل من الإمارات الشمالية، من أبوظبي، من العين، من أي مناطق تانية. فإذا أنا ما وسعت نطاق حملات التوعية تبعتي بطريقة مدروسة إنه أوصلها لهذه المناطق، لن أحل مشكلتي كعدد مرضى جدد. لكن مواطنين دبي إحصائياتنا بتقول إنه ما عنديش مواطنين دبي، ما عنديش ولادات جديدة فيهم. طيب دكتور، هذا يقودني إلى السؤال عن يعني المركز تمكن خلال السنوات الماضية من توفير الحياة الطبيعية للعديد من المرضى، منهم اللي تمكنوا من الزواج والالتحاق بالوظائف المتعددة. وبعد الفاصل إن شاء الله نحن نستقبل أحد هذه النماذج، يعني حقيقة كانوا مشاركين وفاعلين في المجتمع وعناصر منتجة وليست مستهلكة. أبغى أتكلم عن هذا الجانب من وجهة نظرك دكتور. كانت احنا وجهة نظرنا كأطباء، كنا احنا مجموعة من الأطباء، احنا قلائل جدا اللي كنا نشتغل نتعامل مع المريض كمريض، نعطي له هو مريض ثلاسيمي يحتاج نقل دم، حديده بيرتفع، محتاج أدوية للتخلص من الحديد الزائد، بتعاملوا مع مضاعفات ترسب الحديد في هذا، وهذا كلنا نتعامل معها فقط بهذه الجزئية. احتكاكنا فيهم المباشر على فترات طويلة لقينا انه لا، هم محتاجين اكثر من هيك. المشكلة الأساسية في مريض الثلاسيميا اللي هي الالتزام بأخذ الدواء لمدى الحياة للتخلص من الحديد الزائد في الجسم. الحديد نمط الزائد، حياة يصير عندنا نمط كامل في الحياة، هذا هو المصطلح نمط حياة. كانت الالتزام بهذا الدواء مستحيل، بشبه مستحيل بالنسبة للأفراد. يعني أنا لو طلبت منك اليوم يا أخ محمود أقول لك أنت اليوم بدك تأخذ مضاد حيوي لمدة 10 أيام، هتاخذ اول اسبوع 8 أيام وبعدين تنسى او تتناسى لانك صرت بخير في ثاني ومليت. يوم ممكن يروح علي موعد او بتبطل تكمل الدواء. فما بالك هذا مريض من اول يوم انا بطالبه اقول له لا، بدك تاخذ دواء عن طريق الحقن، عن طريق ابره تحت الجلد، 10 12 ساعه يوميا مدى الحياه. يعني الاب والام وهو صغير بدهم يمسكوه يربطوه ويحطوه الابره، لما بيبتدي يكبر بصير يتمرد على الحاجات هذه. فكانت سياسة المركز تطوير آلية التعامل هذه بحيث الوصول لعقلية المريض هذا بطريقة مختلفة. يعني في تجربة عملناها في المركز في من حوالي 15-18 سنة، إنه المريض الكبير شوي المتمرد اللي رافض، عملنا فاندريزينج، جبنا جمعنا تبرعات ناخدهم في رحلة، كان نفسهم يشوفوا مناطق الثلج، أخذناهم في رحلة. الرحلة هذه كلها تبرعات، لما طلعوا المجموعة اللي طلعت رجعوا تاني على البلد بعد 10 أيام من الرحلة بدون ما تطلب منهم انه ياخذوا العلاج، صاروا التزموا ياخذوا 7 أيام في الأسبوع مش 5 أيام في الأسبوع الدواء الإبرة، صار ياخذوها في منهم 24 ساعة في اليوم. لما بتسأل قلت له لا، لأن أنا بدي أعيش عشان أنتج. فإحنا خلقنا مفهوم جديد بينهم، المرضى نفسهم الكبار هدول صاروا هم مدرسين،
قادة يمسكوا إيدين المرضى التانيين يواجهوهم يتابعوا، خلقوا نظام تواصل عندهم برائع جدا، شبكة تواصل بينهم إنه أخذت الدواء اليوم، لا ما أخذت الدواء، ليش عندك مشكلة يروحوا له. فخلقوا جو غير عادي مش موجود في أي مكان تاني. خلينا اليوم عشان نفتخر ونقول والله مرضى ثلاثيمي اليوم كبروا، تزوجوا، عملوا دكتوراه، عملوا ماجستير، بيشتغلوا في وظائف، مسكين مناصب قيادية وحلوة جدا. إذن اليوم احنا هذا كله لخلق فريق من التعاون بينهم والجو الأسرة اللي موجود. جميل دكتور، يعني أنا أبغى أسلط الضوء أكثر على هذه الدائرة اللي أوجدوها هؤلاء المرضى، أبغى أسلط الضوء أكثر على الإنجازات التي تحققت ضمن يعني دائرة مرضى الثلاسيميا والملتحقين بمركز الثلاسيميا بدبي. بعد الفاصل مستمعينا نحن ما نتواصل كذلك في الحديث مع الدكتور عصام، لكن بينضم لنا في الاستوديو يعني شخص على صعيد الشخصي أنا أحبه، وأيضا يعني نموذج جميل لمريض الثلاسيميا الذي استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة في حياته، وأيضا له بصمات في التوعية الخاصة بهذا المرض وبصمات في المجتمع كذلك لمرضى الثلاسيميا. بعد الفاصل بستضيف معايا السيد سعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية. أيضا سعيد هو عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للثلاسيميا. عموما لا تروحون بعيد، بعد الفاصل ما نتواصل. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي يأتيكم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. كنا قبل الفاصل قد يعني وعدناكم بأننا سوف نستضيف معنا ضيف خفيف وجميل، سيد الأستاذ سعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للثلاسيميا. طبعا مستمعينا يعني سعيد العوضي أنا أعرفه من سنة كام أعرفك سعيد؟ 2000 ولا 99 يمكن قبل حتى. الله أنت أكبر عني في العمر. أعرفه من زمان وما كنت أعرف أنه هو مريض ثلاسيميا إلا مؤخرا حقيقة، يعني لأن سعيد أنا أشوفك تمارس حياتك الطبيعية بشكل يعني أكثر من الطبيعية للأمانة. يعني كنت تلعب معانا كورة، كنت تدخل معانا صار كان مهاجم يعني ويسجل أهداف. ف يعني بمشي معاك في الحوار سعيد، بس تعرض تجربتك. اسمح لي دكتور، انا ما ذكرت المستمعين ان يعني الدكتور كان معانا دكتور عصام ظهير اخصائي امراض الدم الوراثيه بمركز الثلاسيميا بدبي ومنسق المركز قبل الفاصل وعبر الحلقه كلها كان معانا. بس بتوجه بالحديث الان الى سعيد. سعيد انت يعني مريض ثلاسيميا، خلنا نتكلم عن تجربتك مع المرض وكيف تفوقت على ذاتك للوصول إلى النجاحات التي حققتها وإن شاء الله بتواصل تحقيقها في المستقبل. خلنا نتكلم عن هذه التجربة وكيف تعايشت معها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاكر لكم على الاستضافة والمقدمة الطيبة. طبعا تجربتي أنا مثلا مع المرض من الطبيعي أني ما أذكر لما انولدت كيف شو كانت الأعراض علي وغيره، لكن بعد فترة بسيطة يعني 6 سنوات كان عمري يوني 2 إخوان توأم مصابين بمرض الثلاسيميا، عشت معهم لحظة بلحظة، يعني كنت أشوف أعراضهم وهني بديت أستوعب أن هاي المشاكل كانت تستوي لي. طبعا في هذاك الوقت ما كان في مركز ثلاسيميا، ما كان في مستشفيات تقدم خدمات بهذا المستوى، كنا مضطرين نسافر من دول عجيبة غريبة نبحث عن العلاج. فأتذكر معاناة مثلا أبوي أمي، اليوم أعكسها على مثلا الناس اللي ألقاهم في مثلا في مجال عملي اللي توه جايينهم مريض جديد،
هني أعرف أن أبوي أمي عاشوا هاي التجربة، بل كانت أصعب، لأنها كانت مثلا قبل 35 سنة أو 37 سنة، السفر كان بشكل آخر، المستشفيات كانت بشكل آخر. هل مستشفيات كانوا يردون عليهم رد المقنع أو الرد يعني على كلام الأهل، ولا شفت في إخواني أن هذي ما يعيشون، عمرهم ما يتجاوز 15 سنة 16 سنة هذا الحد، لأن الحديد بيترسب في الجسم وغيره وغيره، يمكن الدكتور يفيدنا أكثر. فيها تعب يعني ما كان ما المسألة مو بسهلة، أنك أنت تكون مثلا طالب في مدرسة كل الأولاد مثلا أصحاء خير ما عندهم أي مشكلة، أنت مثلا يمنعونك من حصة الرياضة لا أروح جيبه ورقة من عند الطبيب، وأنا متأكد أن أنت تقول قبل كنت ألعب كورة صحيح، لا أنا في عمر أصغر من هذا كنت أمنع من مزاولة حصة الرياضة في المدرسة اللي هي 45 دقيقة، فكل سنة هذا الدكتور عصام لازم يكتب لنا ورقة أو يتصل بالصحة المدرسية ترى سعيد بخير يقدر يسوي رياضة وغيره وغيره وغيره، سعيد مثلا واحد منهم. حياتي المهنية طبعا بدأت في هيئة الصحة بدبي، هني فعلا أنا اختلطت بمجتمع مرضى الثلاسيميا، يعني تشجعت أن أقول للمجتمع أنا مريض ثلاسيميا، شفت تقبل الناس المراجعين للمركز، المرضى ربعنا أهاليهم، أن كان كنت بالنسبة لهم أن الحمد لله درس اشتغل عيالنا بيكبرون بيدرسون بيشتغلون، يعني كنت بالنسبة لهم شبه أمل، فصار جدا كوميونيكيشن قوي بيني وبين المرضى والمحتفظ فيه لحد اليوم وتشرف فيهم لحد اليوم. ممتاز سيد. أنا الدكتور كان يعني في بداية الحلقة في الأجزاء السابقة كان يتحدث عن الخدمات اللي موجودة في المركز، الإمكانيات اللي موجودة في المركز وأهمية مثل هذه الإمكانيات. أنا أبغي أخذ رأيك بما أنك أنت يعني أحد المستفيدين من هذا المركز، بالله. هل الكلام اللي كان يقوله الدكتور سليم يعني كلام سليم 100%؟ أنا كنت أستمع للكلام بينكم، فعلا وجود مركز يعني مرضى الثلاسيميا وأهاليهم محتاجين لمركز ثلاسيميا يلمهم. أنت اليوم مثلا يمكن 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 هذا الطرح ما يكون منطقي، أن مريض الثلاسيميا محتاج دم كل 3 إلى 4 أسابيع مرة واحدة، ممكن أروح مستشفى الأمريكي تأمين صحي يعطيني دم أرد البيت، أنا ما أحتاج لشيء آخر، الأدوية الثانية قاعد أخذها في البيت. عرفت؟ فممكن الناس تقول مركز ليش؟ لا، المركز اليوم كل القائمين في المركز من 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 الإدارة العليا، من الأطباء، من الممرضات، من باقي المرضى، نحن أصبحنا مجتمع واحد، يعني نتعلم، أصبحنا نتعلم من بعض. أنا في المركز كنت أتعلم من الممرضة كيف تكلم الأمهات، يعني ما هذيل معانا في أحزاننا في أفراحنا أصبحوا جزء منا، واليوم نشوف النتائج على أرض الواقع. مش النتيجة بس في مرضى ثلاسيميا دبي، لا أيضا في مركز ثلاسيميا الفجيرة. مركز ثلاسيميا الفجيرة هذا موجود الآن عمره 4 سنوات اللي تكفل فيه سمو الشيخ دكتور سلطان بن خليفة في مستشفى، عندهم جناح خاص هذا مركز ثلاسيميا لهم، اليوم الأثر باين على مرضاهم من ناحية أشكالهم، من ناحية اختلاطهم في المجتمع، صاروا كلهم ربع، صاروا يعني كلهم يعرفون بعض، نفس الوضع اللي موجود في دبي، يعني بدوا من من من, من مش من الصفر، من المكان اللي المفروض يبدونه. طيب سيد، أنا أبغي أنتقل الحين شوية للحديث عن بعض الأمور اللي صارت في حياتك. أنت يعني وصلت ما شاء الله إلى مركز متقدم وظيفيا، هني أبغي أتكلم عن تقبل المجتمع، تقبل الدوائر والمؤسسات لمريض الثلاسيميا. يعني أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسألة بما أن عندكم مجتمع مصغر موجود لمرضى الثلاسيميا، واللي أنا أعرف أنك أنت دائما ما تسعى إلى توفير حتى فرص عمل لمرضى الثلاسيميا؟ لأن فرص عمل تكلمت، يعني لأن فعلا مرضى الثلاسيميا دولة الإمام ولله الحمد واصلين مرحلة ندور له بشغل، ما عدوا مرحلة العلاج وهذا الصح، وقادرين على الإنتاج، وقادرين على الإنتاج، وفي أمثلة. يعني أتذكر في جلسة العصف الذهني اللي استضافه الشيخ سلطان بن خليفة في جزيرة الخاصة، ودينا عدد من المرضى الكبار
مختلطين من الإمارات المختلفة، وديناهم معظم كلامهم كان اليوم إنه أنا بشتغل، أنا ما أريد الإعانة الاجتماعية، أحس نفسي أقدر أشتغل. ومريض الثلاسيميا في الدولة تصرف له إعانة اجتماعية إذا ما كان يشتغل. وصلوا مرضانا لمرحلة إنه يقول شيل الإعانة الاجتماعية شغلني بنفس المرتب. فكان التوجيه من سمو الشيخ إنه اتجه للقطاع المصرفي، بما أن عندك مثلا عدد وبشهادات مختلفة، والقطاع المصرفي يقبل يعني جميع التخصصات يقبلها. مصرف مثلا من المصارف شغل مريض، وبعد سنة ونص أنا مريت عليهم أكرمهم، سمعت أن الموظف المريض الثلاسيمية ترقى. فقال لي أول يوم لما شغلت، طبعا في غيابه، قال أول يوم لما شغلته كانت مساعدة مني وتعاطفا مني، لأن مريض شايل أوراقه وياييني، لكن اليوم أثبت أنه أفضل من غيرهم بكثير. ما في واحد في البنك ترفع في السنة ولا تكم ترفع في السنة، سبحان الله. وبنك آخر مثلا أخذ 2، إلا هاي السنة فازوا بجائزة الخدمات الطبية المساندة، جائزة الشيخ سلطان أبو خليفة. ممتاز. إذن هذه النماذج، وأنت بعد سعيد يعني نموذج الواحد يفتخر به كشاب إماراتي يحمل على عاتقه رسالة جميلة ونبيلة في 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 مختلف الأصعدة الخاصة بمرض الثلاسيمية. الدكتور، أنت كنت تذكر لي قبل البرنامج أن حتى المجهودات اللي يقدمها سعيد يعني في عملية علاج المرضى اللي في مركز الثلاسيمية أيضا مجهودات أحيانا الأطباء ما يقومون فيها، فياريت تكلمنا في هذا الجانب أن أهمية وجود نماذج مثل نموذج الأخ سعيد العوضي. يعني هو تحديدا أنه لما بتكلم الطبيب بتكلم بناء على وقائع علمية، 1، 2، 3. سعيد أو غير سعيد، المرضى الثلاسيمية لما احنا مندخلهم نخليهم يكونوا لهم دور فاعل في عملية التوعية أو الاستشارات الوراثية والعائلية العائلات الجدد أو الأهل اللي جاءهم طفل جديد أو قبل الزواج أحيانا نستعملهم، إنه طريقة طرحه بقول له يا أخي إنه يتكلم عن مشاعر شخصية هو عايشها، تجربته لما قال لك إنه بديت أوعاله في 6 سنين، صرت أشوف الوالد وكيف كانوا عايشين. سعيد متزوج أنت وعندك أولاد؟ نعم عندي عيال ما شاء الله. وفي زي سعيد في كم عندك ما شاء الله عيال؟ 2. عندك 2؟ الله يبارك فيهم يا رب. لا بس أشطر من سعيد على فكرة في الأولاد يعني. فسعيد بصورة عامة في عنا ناس ماسكين وظائف حكومية هون في دولة في دبي. نعم. مراقية جدا جدا جدا، واصلين مناصب عليا وبشهادات عليا. يعني هي تعتمد على إنه مريض الثلاسيميا اقتنع تماما إنه هو إنسان عنده مشكلة زي أي إنسان تاني، عنده مشكلة بطريقة أخرى، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن ينتج، فهو أثبت وجوده في هذا المجال. هو دكتور ذكر مسألة مهمة، وأيضا حتى أنت في بداية الحديث كنت تتحدث عنها، أن الثقافة اللي موجودة عندنا أن مريض الثلاسيميا يصل إلى سن معين زين، وبعدها يعني لا قدر الله يعني والله يعطينا ويعطيكم ويعطي المستمعين كلها طولة العمر. لكن سعيد كم عمرك الحين إذا تسمح تقولنا؟ 37. 37 سنة، أصغر عنك أنا بعدني. ما عندك مشكلة. زين 37 سنة، وأيضا أنت ذكرت أن في أمثلة أخرى دكتور. الآن شو اللي يقف حاجز ما بين دخول مثل هؤلاء المرضى إلى سوق العمل؟ الوعي. احنا نفتقر الى الوعي، الى التوعية، حتى الجهات بشلوا بس القطاع الخاص والحكومي احيانا انه بيجي بتعامل معك. في عنا حالات كتير ان قبلت اوراقهم وشهاداتهم لما وصلوا مرحلة الفحص الطبي والحالة الطبية تم رفضهم بناء على فكر واحد ما عنده المعلومة الكاملة عن موضوع الثلاسيميا، انه انا مع هذا الطبيب او المسؤول اللي فكر فيها. في دول اخرى في ما عنده إمكانيات، مريض الثلاسيميا ممكن لا يستطيع أن ينتج ويعمل، لكن خذ دولة الإمارات هذا مثل مختلف تماما، خذ لياه ما دول ما تحطهم بالمقارنة بأي مريض في مكان تاني. مريض الثلاسيميا
بيقدر ينتجوا أحسن، ليش أمنعوا من هذه الفرصة؟ إذن هي عملية تثقيف للعاملين في المجال الصحي، للعاملين في المؤسسات، للعاملين في الأماكن الخاصة، تثقيف فقط. دكتور، يعني أنا بعد تأكيدا على كلامك، أن المنسق الإعلامي من المركز مع إدارتنا أشواق، إذا أنت في الكنترول تذكرين اسمها أعطيني اسمها. ميثة. يعني للأمانة أنا تواصلت معها في أكثر من مرة، يعني انصدمت أن قالوا لي هي أحد المرضى اللي تتعالج في المركز، لأن بأمانة الاحترافية في التعامل، الاحترافية في الرد على المكالمات، وأيضا من خلال الاحترافية في الرد على البريد الإلكتروني، ويعني الله يوفقها إن شاء الله، يوفق الجميع. أنا ما أشوف في أي مشكلة يعني بالنسبة لمرضى الثلاسيمية، لأنهم قاعدين يضربون أمثلة قوية في الإخلاص في العمل، وأيضا في التطور الوظيفي كذلك. سعيد، خلني أتكلم شوية عن، بما أنك أنت عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للثلاسيمية، أول شيء شو هي الرابطة؟ الرابطة الدولية للثلاسيمية هي عبارة عن مظلة على جميع جمعيات الثلاسيمية في دول العالم، وهي مقرها دائما وأبدا كان في قبرص. فيها أعضاء مجلس إدارة تقريبا 15 عضو من دول مختلفة، وفازت دولة الإمارات الحمد لله بمقعدين في مجلس الإدارة، سمو الشيخة بن سيف حرم، سمو الشيخ الدكتور سلطان بو خليفة، وأنا في فئة المرضى. المجلس نص زائد واحد من المرضى، والبقية من مثلا أعيان المجتمع. هاي الرابطة تقوم بوضع مثلا تشريعات معينة، إذا فيها مؤتمرات مثلا ترعاها الرابطة، إذا في حملات توعوية، اليوم العالمي للثلاسيمية، هاي الأشياء اللي قاعدة تسويها الجمعية كان أساسها تسويها الرابطة. والحمد لله توفقنا أن فتحنا مكتب للرابطة في أبو ظبي. ممتاز. في أبو ظبي اليوم لنا مكتب للرابطة الدولية للثلاسيمية، بحكم أن دولة الإمارات اليوم يعني وضعت بصمة قوية في مجتمع الثلاسيمية اللي في العالم. يعني من خلال مثلا مؤسسة سلطان بو خليفة نحن قدرنا أن نوسع، يعني أن 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 في اليوم مثلا جمعية قائمة في المغرب على نفقة مؤسسة سلطان بو خليفة. واليمن ما شاء الله. في اليمن بعد. في اليمن. مركز كبير جدا لمؤسسة. مثلا مخيمات اللاجئين، المرضى السوريين اللي موجودين مثلا إخواننا اللاجئين في الأردن، راحوا جماعة من المؤسسة ووزعوا عليهم الأجهزة اللازمة. فصار الحمد لله للدولة أو لربعنا مجتمعنا. ممتاز. كلمة في مجتمع الثلاسيمية. ممتاز سعيد، يعني أنا جدا سعيد باستضافتك معايا في الاستوديو ومشاركة المستمعين هذه التجربة الفريدة والثرية حقيقة. في أقل من دقيقة كلمة تحب تختم فيها هذا اللقاء سعيد؟ مرضانة، أحب يعني دائما أنوه لشيء مهم، لا يعتبرون نفسهم مرضى. إذا في لحظة ضعف وحس أنه هو مريض عاجز عليه نقل دم غير عطاء بينزل. نحن اليوم الدولة ترية منا، الدولة أعطتنا الكثير من خلال مركز الثلاسيمية سواء في دبي أو الهيئات الصحية بشكل مختلف، الدولة صرفت علينا كثير، ونحن نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. اطلع في المجتمع، قول أنا مريض ثلاسيمية، اشتغل، اتعب. نعم في مرضى مثلا حالتهم الصحية متدهورة أكثر عنا، مثلا مضاعفات غير لحد اليوم يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، لكن أنا ما أشوف نفسي والله مستحق لإعانة اجتماعية وأنا قادر أشتغل. صحيح. صحيح. بس نبغي نشد على إيد مرضانا شوية، صوتهم يعلى أكثر ويقون أكثر. وأنا أيضا استكمالا لكلامك سعيد، أيضا أشد على يد الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال، أن مريض الثلاسيمية يعني مش أنه مريض غير قادر على العطاء، لكن مريض قد يكون متفوق عن أو فرد قد يكون متفوق عن الشخص اللي غير مصاب بالثلاسيمية. دكتور، أقل من دقيقة عندي، تفضل.
شوف الوعي 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 يجب أن نصل في دولة الإمارات، إحنا من أرقى الدول وتقدما على مستوى العالم، يجب أن نصل إنه يكون الوعي في كل شخص وكل بيت، الفحص المبكر للثلاسيميا إنه حامل ولا لا، ما نستنى الفحص قبل الزواج. اثنين، أنا دائما بقول مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أسعد شعب في دولة الإمارات، أسعد مرضى ثلاسيميا في العالم في دولة الإمارات. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام ظهير، أخصائي أمراض الدم الوراثي بمركز الثلاسيميا بدبي ومنسق المركز، والشكر الجزيل كذلك لضيفنا الأستاذ سعيد العوضي، رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للثلاسيميا، وبعدين عنده وايد مناصب أنا ما قلتها يعطيكم العافية. مشكور. عموما كانت هذه الحلقة يعني نحاول نوصل بعض المفاهيم اللي قد تكون غائبة عن، ما أبغي أتشائم وأقول الكثير، لكن يعني في وايد ناس يعني محتاجين يعرفون أن مريض الثلاسيميا هو شخص منتج فاعل في المجتمع. أيضا مركز الثلاسيميا بدبي يقدم الكثير من الخدمات لهؤلاء المرضى. كان في سؤال دكتور يعني أنا نسيت أسأله بعد كذلك، هل خدمات المركز دكتور هي فقط معنية بالمواطنين ولا يقدم خدمات للوافدين؟ يقدم خدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لكن احنا وصلنا في الاستيعاب الطاقة الاستيعابية للمركز عدت الحد المسموح فيه فقط، ولذلك ممكن يكون في احيانا لا نقبل بعض الحالات، لكن مواطن ومقيم على نفس المستوى وبنفس الدواء ونفس العلاج ونفس التحاليل، والعلاجات متوفرة مثل ما قال سعيد، ممكن يروح في أي مكان، لكن المجتمع مجتمع مركز الثلاسيميا هو مجتمع فعال ومجتمع جميل جدا، يعني الواحد يستمتع فيه. أيمن سرحيل من الإخراج يرسل لي سلاماته، ما أدري هو يقول لي هو ما يسلم طبعا، يقول لي الوقت خلص، فشكرا لمخرجنا أيمن سرحيل، والشكر كذلك لفريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لكم مستمعي الكرام، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، ومع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.